بس معانا الأستاذ سعيد شاوردي المختص بالشؤون الإيرانية والإقليمية من إيران. أستاذ سعيد صباح الخير. أستاذ سعيد، ألو 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 ألو، صباح الخير يا أستاذ سعيد. صباح النور، مرحبا، أهلا بك أستاذ سعيد. يعني بعد ما حدث بالأمس، أنا أود في البداية أعرف رد الفعل الداخل الإيراني على ما حدث. هل هو في حالة رضا أم ما يزال يعني يشعر أن الدولة لا ترد على كل ما يحدث لها؟ تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. طبعا أعتقد هناك حالة رضا كبيرة حصلت داخل المجتمع الإيراني بعد الضربات التي نفذتها يعني الليلة البارحة على أهداف عديدة داخل إسرائيل، فالأهداف أصابت الأهداف بدقة، واستطاعت الصواريخ والطائرات المسيرة أن تجتاز وتصل إلى الأهداف بالرغم من كل يعني الدعم الذي تلقته إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فبمجرد أن سمع المواطن الإيراني بدء هذا الهجوم خرجوا الشوارع واحتفلوا، والكل أبدى عن يعني فخره بهذه القوة التي تمتلكها إيران للدفاع عن نفسها. أستاذ سعيد، يعني أنت عايز تقول لي أن امبارح في إيران كان هناك احتفالات؟ بكل تأكيد نعم، الاحتفالات عمت جميع المحافظات والمدن، و خرج الناس بشكل عفوي إلى الشوارع للاحتفال بهذه الضربات. وطبعا هذا يعود إلى الألم اللي كان في قلوب الإيرانيين إذا ما كان يحدث في غزة من جرائم على يد الكيان الإسرائيلي خلال الستة أشهر الماضية، حتى جاء وتوج هذا الغضب الإيراني بالجريمة التي ارتكبها نتانياهو من خلال الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا. فالعمليات حظت بدعم شعبي كبير، وقبل أن يكون هناك دعما يعني كانت مطالبة واسعة من قبل الشعب الإيراني. رأينا هذا في صلاة العيد التي طالبوا المسؤولين العسكريين والسياسيين بالإسراع وعدم التريث بالرد، حتى رأينا طبعا الرد الليلة البارحة. طب أستاذ سعيد، إيران أعلنت أنها أن العملية انتهت، وهناك اليوم اجتماع لمجلس الأمن بطلب من إسرائيل لمناقشة هذا الوضع. هل من المتوقع تصعيد بعد هذه العملية أم حالة مفاوضات، حالة هدوء؟ يعني إيه المتوقع عندكم؟ طبعا إيران تقول أن مجلس الأمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد يعني هم الذين يدعمون إسرائيل في ارتكاب جرائمها. وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بالأمس خلال اتصالاته مع وزراء الخارجية البريطاني والفرنسي والألمانية، قال لهم أنكم يعني وأعطيناكم فرصة لعشرة أيام ولكنكم للأسف حتى لم تكونوا مستعدين لإدانة إسرائيل على الجريمة التي ارتكبتها، فأنتم في الواقع داعمون إلى إسرائيل حتى لو أنكم تقولون أن لم يكن لديكم علم بالهجوم على السفارة. لا 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 يا أستاذ سعيد، الكل عنده علم. لا 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 معلش، لا، الكل عنده علم بهذه العملية، والدعم الأمريكي البريطاني لإسرائيل واضح من أول يوم، يعني ما فيهوش كلام. صحيح، ما فيهوش كلام. صحيح صحيح. هو أنا أتصور يعني إيران واضحة، يعني سمعنا كلام لحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني ومحمد اللواء محمد باقري قبل قليل، كلمة كانت لهم من قبل التلفزيون الإيراني، قالوا أن العملية انتهت، ولكن بكل تأكيد ودون أي شك في حال أرادت إسرائيل أن تقامر وأن تدخل المنطقة في مقامرة جديدة فنحن مستعدون للرد، والرد سيكون قاسيا بعشرات المرات مما رأته في الساعات الماضية. وقالوا أنه كان بإمكاننا أن نطلق
يعني أعداد بعشرات الطائرات، بعشرات أضعاف الطائرات والصواريخ التي تم إطلاقها، ولكن كانت هذه مجرد رسالة يعني من أجل معاقبة إسرائيل. إن أرادت الحرب إيران، تقول إن أرادت إسرائيل الحرب فنحن مستعدون لها، ولا تسمح لنفسها أن ترتكب خطأ بأن المنظومات الدفاعية التي تمتلكها أو الدعم الذي تحظى به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يحمي المدن أو المستوطنات من الصواريخ التي ستنهمر عليها. أعتقد إسرائيل يعني تلقفت الرسالة، ولكن طبعا نعرف أن نتنياهو يعتقد أن حياته مستمرة وستستمر إذا ما استمرت الحرب والجرائم في المنطقة. ولكن طبعا الولايات المتحدة أيضا تعرف أن هذه المغامرات خطيرة على أمنها ومصالحها. طيب أستاذ سعيد، من كلامك يعني بالنسبة لنا واضح أنه ما حدث بالأمس هي ليس بداية مواجهة مباشرة ما بين إيران وإسرائيل، ولكن هي زي ما نقول رسالة تحذيرية لإسرائيل. لكن معلش يعني أنا عايزة أقف في النقطة دي. ماذا لو حدث فعل آخر؟ هل سيكون الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ التي تسقط في دول أخرى يعني، ولا هيكون رد شبيه بما حدث في القنصلية الإيرانية في دمشق؟ والله سيدتي الكريمة، أنا أعتقد يعني خلال ما استمعت لكلام حسين سلامي قبل قليل كما أشرت، أنه قال هذه العملية هي بداية لمرحلة جديدة من التعامل من قبل إيران تجاه إسرائيل. فإذا ما ارتكبت إسرائيل أي هجوم على أي من المصالح الإيرانية أو الأراضي الإيرانية أو القيادات الإيرانية، سواء كانت داخل إيران أو خارج إيران وخاصة في سوريا، إذا ما تم اغتيال أي من المستشارين العسكريين الإيرانيين، فسنهاجم إسرائيل دون الأخذ بأي اعتبارات، وسيكون الهجوم دون أن يكون هناك وقتا لهم أو دون أن نرسل لهم رسائل تحذيرية. أعتقد المرحلة التي رأينا فيها سياسة ضبط النفس من قبل إيران أو سياسة ما يعرف بالصبر الاستراتيجي قد انتهى، ودخلنا في مرحلة جديدة تقول فيها إيران أن أي اعتداء من قبل إسرائيل سيرد عليه بأضعاف مضاعفة من الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى التي يمكن أن تضطر إيران لاستخدامها للدفاع عن نفسها ومصالحها مستقبلا. أستاذ سعيد شاوردي، المتحدث في الشؤون الإيرانية والإقليمية من إيران، أنا بشكرك شكرا جزيلا. سيادة اللواء، أنا كان مهم بالنسبة لي أن احنا نعرف